فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، نتابع وإياكم أيضا وصول وفود الدول الشقيقة والصديقة. يصل في هذه اللحظات أيضا دولة الدكتور محمد إبراهيم شتية، دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، ويرافق الضيف الكريم معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح في هذه اللحظات. يصل إلى القاعة الأميرية دولة الدكتور محمد إبراهيم شتية، دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، ويقدم في هذه اللحظات واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى معالي الشيوخ بوفاة قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، معالي الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وعدد من الشيوخ الكرام. دولة الدكتور محمد إبراهيم شتية، دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، يقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى معالي الشيوخ وأسرة آل الصباح الكرام في القاعة الأميرية في المطار الأميري. ولازلنا أيها الأخوة والأخوات ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائعة وصول الرؤساء والزعماء وممثلو قادة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، دولة الدكتور محمد إبراهيم شتية،
دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة يقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الوفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بوفاة قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذن أيها الأخوة والأخوات، إن المصاب كبير وقعه علينا وعلى العالم، وتوافد الزعماء والقادة ما هو إلا انعكاس لمكانة سمو الأمير الراحل في عيون الأمم، تلك المكانة المميزة التي حظي بها سموه رحمه الله جاءت تقديرا لمسيرة سموه، فكان رائدا في كل المجالات، وكان حكيما ذا بصيرة، راعيا للسلم، داعما للحق. وتأتي هذه الوفود الرسمية لتقديم واجب العزاء بوفاة فقيدنا، وهي تعبر بأنه فقيد البشرية جمعاء. لازلنا أيها الأخوة والأخوات نواصل تغطية وصول الرؤساء والزعماء وممثلو قادة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. لطالما أيها الأخوة والأخوات حازت القضية الفلسطينية اهتماما واسعا لدى سمو أمير البلاد الراحل، فنادت الكويت في مختلف المحافل بالحق الفلسطيني ونصرة شعبها، فنال سموه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، نال مكانة كبيرة لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. إن مناقب سمو الأمير الراحل وبصماته الجلية في مختلف بقاع الأرض أسهمت في أن يكون سموه رحمه الله اسما مرتبطا دوما بنصرة الشعوب وعونها، لتكون الكويت كذلك منارة في العطاء. فقد أيها الأخوة والأخوات، فقد العمل الإنساني قائده، وفقدت الكويت والعالم حاكما حكيما داعما للحق راعيا للسلام. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن العالم خسر بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، خسر قائدا فذا ورجلا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته خالدة في ذاكرة الأجيال. برحيل صباح الإنسانية وانتقاله إلى جوار ربه، نكون قد افتقدنا قائدا عظيما، قلما يجود الزمن بمثله. ولكن عزاؤنا الحقيقية
أن صفاته النبيلة وخصاله السامية ستبقى معنا نبراسا نستنير ونسترشد بها نحو طريق الخير والمحبة. القائد الإنسان بقلبه الكبير سيبقى وستبقى ذكراه ماثلة أمامنا. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يغادر الضيف الكريم دولة الدكتور محمد إبراهيم شتية، دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، نتابع وإياكم